مجددا لكافة نساء ورجال التعليم. كما يلاحظ اليوم الرأي العام تبتدئ سنة 2024 بمسيرة حاشدة تتخللها أصوات الأساتذة الساخطة على الوضع اللي وصل ليه قطاع التعليم في البلاد. راه ما يمكنش عباد الله، حنا دخلنا 2024 ومازال هذه الحكومة حققت الأرقام القياسية، ماشي في الاقتصاد، ماشي في شي مجالات تنموية، إنما حققت رقما عالميا جديدا في نسب إهمالها لتلامذتها ولتعليمها ولصحتها ولقطاع ولجميع الخدمات العمومية اللي هي الواجهة ديال الدول الديمقراطية. اليوم هذه الخدمات العمومية اللي هي التعليم والصحة راكم طحنتوها، راكم شوهتونا مع المنتظمات الدولية. راه ما عمر شي دولة سمحات في التعليم ديالها وفي الأبناء ديالها وخلاتهم ما يقراوش أزيد من 3 أشهر. ما كايناش شي دولة في العالم حطمنا جميع الأرقام القياسية في التراجعات. وبالتالي الأساتذة اليوم يوجهون أو يوضحون واحد المسألة مهمة للرأي العام باش ما يكذبوش علينا هاد الناس. اتفاق ديال 10 دو جنبير واتفاق ديال 26 دو جنبير، هادوك المحاضر لازالت حبرا على ورق، والحكومة معروفة أنها تنقض التزاماتها. وهاد المحضرين بالذات الهيئة ديال التدريس، الأستاذ اللي كيقري في القسم تم إقصاؤه بشكل ممنهج من هاد الاتفاقين. وشكون اللي لباو له المطالب؟ هما المحسوبين على النقابات وعلى عائلات النقابات وعلى المجاورين للنقابات. اما هيئه التدريس فتم طحنها، تم طحنها. اقول اليوم الحكومه تحاولش تسوق لنا ذاك الخطاب ديال اننا كنزيدوكم وزدناكم حبا في سواد عيونكم او لحقاش حنا شعرنا زعر. لا سيدي، انتم مرغمين انكم تزيدوا لكافه القطاعات. علاش؟ لان القدره الشرائيه لكافه المواطنين والفئات الشعبيه كلات الدق، كلات الدق بسببكم، بسبب الرفع ديالكم للمعيشه ولكافه الاشياء والحياه اليوميه. الغلاء الفاحش في جميع المجالات، المازوت طلعته للسماء رغم انه كيتباع غاب 2 دراهم 3 دراهم في السوق الدوليه. الخضر كلشي هزيتوه، كلشي هزيتو يديكم عليه. الضرائب ترتفع بنسب قياسيه ما كاينه 30 38%.
على جميع المواد الاستهلاكية، وبالتالي اليوم الحكومة مضطرة أنها تزيد لكافة القطاعات، وفعلا كتزيد القطاعات أخرى في صمت وهدوء رهيبين. إلا قطاع التعليم، إلا رجل التعليم هيئة التدريس، خصنا لازدنا شي ريال، لازدنا شي جوج دراهم نقسموها له على يومين، ولازدناها له نديروا عليها واحد البهرجة، واحد البروباغندا إعلامية، ونسوقوا للناس أننا زدناهم أش زدتو؟ صح عليك خصك تزيد، علاش؟ لأنك عارف أن الاقتصاد ديالك ممكن يوقع فيه كساد وركود وتولي بحال لبنان، لبنان الثانية هي المغرب. علاش؟ لأن ما يمكنش الواحد كياخذ 2000 3000 درهم غيسير بها المتطلبات ديال الحياة اليومية، ما غيبقاش يتقدى هذا السيد. إذا لما بقاش يتقدى، ما بقاش العرض والطلب، أش غيوقع؟ كساد الاقتصاد المغربي وانهياره. أنتم عارفين هذه المسائل، وبالتالي صح عليكم غتزيدوا لكافة القطاعات، ولكن السؤال علاش قطاع التعليم؟ علاش رجل التعليم هو بالذات اللي كتحاولوا تبخسوا القيمة ديالو وتسوقوا للأسر المغربية والرأي العام أنه كيتسولكم وكيشحت وكيطلب دريهمات معدودات؟ احنا ما كنسعوا حد، احنا كنضلوا على الكرامة ديالنا. أنا كأستاذ إذا كنت في دولة تحترم قيمة التعليم وقيمة الأستاذ وندخل القسم بكرامتي، كرامتي ونفسيتي ستنعكس على تلامذتي بشكل إيجابي إذا كنتم انتم كتعاملوا معايا بشكل إيجابي. أما التعامل ديالكم اللي فيه تحقير وفيه تبخيس، أكيد سينعكس على نفسية الأستاذ وسينعكس على تلامذتي في القسم. جميع الدول المتقدمة، دول المؤسسات التي تحترم نفسها، راه الواجهة ديالها شنو هي؟ هي التعليم، الصحة، الخدمات العمومية. إذا كانت في المستوى، دليل على أن تلك الدولة تحترم شعبها. إلا هنا في هذا القنت هذا بالذات، إلا في هذا القنت هذا بالذات تحتقرون الصحة، تحتقرون التعليم، تحتقرون الخدمات العمومية. إيوا فين غاديين؟ فين غاديين بهذا الشيء هذا؟ وبالتالي مطالبنا واضحة، المحاولات ديالكم باش تخوفوا الأساتذة يرجعوا للور وما يناضلوش على الكرامة ديالهم باءت بالفشل. وظفتوا النقابات، وظفتوا الكهنة المعابد النقابية باش يخوفوا الأساتذة، وفشلتوا. كتسوقوا لذاك الخطاب ديال أن الأساتذة يتم التوقيف ديالهم، يتم الطرد ديالهم. أش من طرد وأش من توقيف؟ ها الأساتذة ما خايفينش، ها هما خارجين اليوم بالألف، ونسب الإضراب لا زالت مرتفعة، وسنستمر في نداراتنا حتى تحقيق الكرامة الأستاذية المرتبطة بزيادة الأجرية العادلة وبداك البنود اللي كاينة في داك النظام الأساسي. ما تحاولوش تدخلوا لنا المفهوم ديال حرت بزاف ترقى شوية. لا سيدي، أنا ماشي عبد في المدرسة، ما عبد لا ديال المدير لا ديال حتى شي واحد. أنا أستاذ بكرامتي غندخل نقري الوليدات بكرامتي. الربط ديال المردودية بالترقية أو لا الترقية بالمردودية، هذاك فخ تريدون تسويقه من أجل استعبادنا داخل المؤسسات، وهذا الشيء ما غنسمحوش به. اللي كيصوتوا عليهم في انتخابات راه هما الحكومة ماشي الأساتذة، وبالتالي ما تلوموناش حنا، لوموا نفوسكم. شوهتونا مع المنتظمات الدولية، الله يشوهكم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.